احبائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتنا زي سودا. ما تنسوا تضغط اللايك وتعمل كومنت ظريف وتشترك في القناه وتضغط الجرس عشان يرن لك. برنامجنا الليله حيكون عن انت كولد او انت كبنت بتحبوا انه يختاركم في العلاقه ولا تختاروا. والله يا اخي انا بختار في حالات واختاروني في حالات. ورينا الحالات دي. طيب انا ما ممكن يعني بنتي اختارني، انا ما عجباني يعني. هي ما عجبك، هي اختارتك، قالت الواد ده عجبني، انت البنت دي ما عجبتك. ايوه ما ممكن امشي لها ساي كمان الا الحالة هي عجبتني. الحاجة طيب طبعا اختار. تختاري؟ تختاري. طيب اذا اخترت الزول هو عايزك، طيب هل عامل شنو؟ هقتله طبعا. تقتليه؟ بحب اختار. تختار؟ اي تختار يعني. طيب اذا انت اخترتها ولا اخترتها دي انها هي ما اختارتك هتعمل شنو؟ ما دي قسمه ونصيب تاني بعد. قسمه ونصيب؟ اي شوف غيره طوالي. طوالي شوف غيره. بتحب انت تختار ولا يختاروك؟ والله دائما الاختيار بيكون افضل، يعني الواحد يكون هو اللي يختاره بيكون احسن. يعني يختاروك، بتحب انه يختاروك؟ نعم ايوه اكيد. طيب بتحب انه يختاروك ليه؟ والله يا اخي الاختيار ده طبعا دايما لما الواحد يختارك بيكون يعني شاف فيك صفات معينه خلته انه يرتبط بك او يحبك، عشان كده هو بيختارك. طب اختارك ده انت ما عايزه او كده يعني ما من المواصفات اللي انت عايزه برضه هتوافق؟ والله يا اخي دي صعبه، طبعا ما حوافق اكيد. هتوافق؟ لا. محمد بلال ادريس. في علاقات الحب بتحب انك تختار ولا يختاروك؟ والله يختار طبعا اكيد يعني. تختار؟ اي. طب إذا اخترت البنت ما عايزاك أو هي ما أنت اختياري هتعمل شنو؟ حاجة عادية في النهاية دي رغبتها هي يعني ما رغبتي يعني. أنا. علي داود علي. علاقة الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ والله ما هي بتيجي صدفة، أصلا ما أنت ما بتاع ما أنت بتحب أنك أنت اللي تحب ولا هي اللي تحبك؟ هي اللي تحبني. هي اللي تحبك، يعني هي اللي تختارك. أي. طب إذا هي اختارتك وأنت ما لقيت المواصفات اللي أنت عايزها فيها هتعمل شنو؟ هتوافق ولا لا؟ ده بس موضوع للزمن بس يمكن احتمال يكون لا عايز وكيل؟ لا ما مسد عايز وكيل، لكن يعني قصدي احتمال انت احيانا بتكون الحياه هاي ما عاجباك في البدايه، لكن بعدين بتشوف فيها حاجات ما شفتها قبل كده في زول تاني. عبد المنعم عادل. عبد المنعم. في علاقات الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ في علاقات الارتباط والله يمكن احب اختار او يختاروني. لا انت بتحب اي وحده تختار ولا يختاروك؟ يعني كده معلش عيد السؤال ده. علاقات الارتباط انت بتحب تختار ولا يختاروك؟ والله بحب اختار. تختار؟ ايه. اذا انت اخترتها وانت اللي اخترتها هديه هي ما اختارتك هتعمل شنو؟ والله يا اخي بعد ذاك يعني لو هي اختارتني او ما اختارتني كويس معك بعد ذاك يا اخي اللهم صل على الحبيب الله يسعد صعب شديد يعني. ممكن اكون بختار اي واحده بريده شديد عرفتي او بحبها شديد عرفتي واجي اتفاجئ بها بعد ذاك يعني يمكن تكون يعني ما بتختار ما دارني ولا اي حاجه، فهذه حاجه والله يا اخي قسمه. محمد صلاح. محمد. في علاقه الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ بحب اختار دائما. بتحب تختار؟ نعم. ايه بل اذا انت اللي اخترتها ما اختارتك او ما انت الزول اللي عايزاه هتعمل شنو؟ هتضطر تعمل بدلها اي حاجه. بدل اي حاجه زي شنو؟ تستبدل انت. لا انت تعمل بديل، تعمل شو وحده غيرها. ما انت الانسان ده اذا يكون يكون واثق منه اذا هو دايرك لقدام او علاقات بتكون عابره يعني تشوف وحده غيرها. لا دائما بتكون الصغه. ما انت حتختار اول حاجه ساي واثق منه عادك بتختار بس واثق بتكون واثق تماما حتى انت تختار. انا زين العابدين عبد الله. علاقات الارتباط بتحب تختار ولا اختاروك؟ انا بحب دائما اختار، فدائما اختياري بيكون على لانه بعد احب اختار انا شخص بحب بكون الزول اللي بختار اختار لانه يكون متبادر يعني نفس الاحساس يكون واحد. طبعا انا بكون بختار حتى متبادلين الاحساس واحد يكون فنحن نختار بعض، لكن ما بحب زول يختارني. بحب انت تعرف ان هي ذات اختارتك بعدك انت بتختارك. نعم بعد شوي انا بكون بحس انه هي خلاص انه مايله لي بكون بحب اختار يعني كده. حسن علي. النور علي. علاقات الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ بحب اختار. بتحب تختار؟ طيب اذا انت اخترت هديه هي انت ما اختيار هي عايزاه هتعمل شنو؟ اذا قلت لك انت ما اختياري انا عايزاه هتعمل شنو؟ او حتقول لها شنو؟ لا يا اخي انا واثق من نفسي ان انا ما بختار لها يعني حاجه هي ما بتعجبها. يعني بتخت...
تختار الحاجه اللي هي اصلا عايزاك. ايوه لان انا اصلا فاهمه يعني، عشان كده انا الحاجه اللي بختارها انا مقتنع انه تماما انه هي هتختار يعني هترضى بها. مقتنع انها هتختارك برضه. مقتنع تمام. هتوافق بك يعني. مقتنع اي هتوافق بك. يوسف عوض احمد محمد علي. في علاقه الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ بحب اختار. تختار؟ اي. ليه بتحب تختار؟ ليه ما بتحب يختاروك؟ ها؟ ليه ما بتحب يختاروك؟ بحب اختار، بحب اختار احتمال الزول ده يختارني ويقطع فيني بقفاي ولا يجيب في نص ولا كده، احتمال مو داير لي ذاته. طيب اذا اخترت هذه انت قلت لي بحب اختار، اذا اخترت هذه هي ما اختارتك او قالت لك انت ما اختياري انا عايزة وحتعمل شنو وحتقول لها شنو؟ لو هي دايراني يعني؟ لو هي ما عايزاك. لو قلت لك انت ما اختياري انت انا عايزاه وحتقول لها شنو؟ والله يقول لي يا اخي باب الله واسع يا اخو، شغله قسمه ونصيب. القى غيرك طوال. غيرك طوال والله. ابيعك واحد تفوت والله. مبارك بكر عبد الكريم. في العلاقات الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ الاختيار دي بتكون من جانبين. الجانب هي انت، انا عاوز اسالك انت بتحب تختار ولا يختاروك؟ انا هي بختار. بتحب تختار؟ هي بختار. ليه بتحب تختار؟ ليه ما بتحب يختاروك؟ يعني انا الاختيار اللي انا بختار اختيار يكون مناسب بالنسبه لي انا، لكن البنت لما تحب انك تختار الحاجه بتناسبك بتناسبني انا اي. طيب اذا البنت اللي انت اخترتها هي قالت لك انت ما اختياري حتقول لها شنو؟ ما عندي مشكله. احمد عبد المنعم حامد الماحي. علاقه الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ والله يا اخي على حسب. يعني على حسب يعني الاغلبيه الناس بتختار بعض. لا انا قصدي انت بتحب تختار ولا يختاروك؟ والله انا احب يختاروني. تحب يختاروك؟ ليه بتحب يختاروك؟ اختاروني عشان يعني لما تكتشف معدني الناس اللي قدام اموره بتوضح ان شاء الله. يعني طيب بكون عارف الحاصل. طيب اذا هي اختارتك انت ما عايزها او مواصفاتها ما عندك. ما يلا انا عشان كده الاختيار المفروض يكون مني انا. شاذة للشيخ احمد النور. في علاقات الارتباط بتحب تختار ولا اختاروك؟ طبعا بحب اختار بنفسي. بتحب تختار؟ اي. ليه بتحب اختاروك؟ لا انا بحب اختار شركة حياتي خدتها في المواصفات اللي انا دايره عشان اقدر اعيش معاها في المستقبل بصوره جميله ان شاء الله. يعني طيب اذا اللي اخترتها دي هي قالت لك انت ما اختياري حتقول لها شنو؟ طوالي اذا بخليها وبشوف لي واحده غيرها على حسب اختياري. بياع يعني انت بياع يعني كده خلاص. طوالي نبيعها. علاقات الارتباط بتحب تختار ولا يختاروك؟ والله بحب اختار يعني. بتحب تختار؟ ايوه. ليه بتحب تختار؟ ليه ما بتحب يختاروك؟ لانه يعني الحياه بتتطلب كده يعني. اذا انت اللي اخترتها قالت لك انت مزور انا اللي اخترته حتقول لها شنو او حتعمل شنو؟ لا اكيد يعني انه انا اول حاجه اشوف الزول المناسب ليا و تتاكد من الزول اللي عايزك وانت عايزه. نعم. تتاكد من الكلام دول. ايوه اتاكد من انك تطرح لها الكلام ده. الله يفتح عليك. عبد الرحمن احمد محمد عبد الله. بتحب تختار انت ولا يختاروك في الارتباط؟ يعني في العلاقات الشخصيه والزوجيه بحب انه نختار انا. بتحب انك تختار انت؟ نعم عادي. تختار كيف اذا انت عايز ترتبط عايز تختار؟ يعني هتمشي للبيت انت تقول لها انا معجبك ولا بتنتظر انها تجيك؟ لا ما كده يعني انا حتى لو دار اختار يعني ما حيختار بره من الحيبه ذي مثلا يعني هسه انا ساكن الدرشاب شمال ما حمشي افتش في السمراب في الكدر وهنا حفتش وين في الدرشاب بشوف جارتنا بهناك لجارتنا بتاع بشوف جيرانكم في الحي يعني ما قلت لك كيف يعني قاعدين كذا وهو بقى لي خلاص هو عيني انت قلت له انا يا زول انا بحبك قال لك يا زول انا ما بحبك تقومي تقتليه ما هو الحاج ينزع ما بقيت في حقك اناني ما في زول بقدر احافظ على حقك تبقي انانيه يعني اي وهي تقتليه طوالي يعني انت في حال انك انت تكون هي عاجباك وهي تكون انت عاجبها ايوه كده ممكن انا امشي معاها لكن ساي كده ما ينفع ما ينفع تمشي زي ايوه يعني تقول لك يا زول انا بحبك حسب انا ارتحت لها ما ارتحت كم ارتحت لها والله يقول لها ما بتنفع معي ما حافظ معناته انت بتحب تختار والله ما كده لكن دائما يعني هو الزول اللي بيختارك ده بتكون يعني في شعور بيناتكم متبادل او كده فغالبا لما يختارك انت برضه بيكون عندك نفس الشعور تجاهه عشان كده انت هتختاره تلقائيا طبعا هتشوف واحد بديل طوال لا انا ما حشوف بديل لما نجي اختيار ثاني غيره يعني ما طوالي لو جاني اختيار غيره اكيد حختار يعني لو ما تبي الثاني عجبتك غيره هاي ممكن اختار ما خلاص البدايه ما جت يعني طيب اذا هي انت اخترتها وهي وافقت وجات واحده ثانيه عجبتك غيره حتعمل شنو؟ لا اللي اخترتها طبعا اللي اخترتها اول